صباح الخير عليكم، صباح النور والياسمين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اموركم مزيانه؟ الصراحه البنات صباح الجو شويه بارد على النهار هذا ديال الكسكسو. نيت اليوم الجمعه البنات ونيت النهار هذا ديال الكسكسو، فاليوم غادي يركب لي عزيز هذاك البابي اديزيف. هو كاين هو وعبد الهادي، انا غادي نديكم دابا تشوفوا داكشي. غادي نصب كسيكسو الى غادي تجي عندنا اليوم، واخيرا غادي تجي. قولوا لنا على سلامتكم. الحمد لله على سلامتها، وشكرا للبنات كاع كاملين كانوا كيسولوا فيها. شوفوا البنات الشلاضه اللي انا دايره، هذا البنات هو التريكو اللي شريت من البال. عرفتوا البنات صداق سخون وزوين زوين زوين وسخون. انا لبسته ولبست عليه هذا لحقاش راكم عارفين خاصني شي بيجاما اللي تكون شي شويه واسعه. خاصكم دابا ملي كتكون الدار عامره وداكشي ما يمكنش ليا نلبس سروال نبقى ندور به، ملي كتكون الدار خاويه راكم راه كنلبس عادي. ولكن دابا ولا بدل البيجامات يكونوا شوي شويه عراض وصافي، راكم عارفين علاش الحياه والحشمه. ولا بدا المهم البنات انا غنديكم للبيت باش نوريكم اشنو كندير. وتبداو معايا الاصلاحات ديال البيت اللي غادي يكون فيه ان شاء الله المشروع. انا راه يلا غاسله وجهي وما منشفاش، كيعجبني نخلي وجهي بحال هكا فازل. يلا البنات بقاو معايا. ها هو يلا جا عبد الهادي البنات، جا مع الماتيريال. عبد الهادي هذا الماتيريال الماتيريال ديال المعلميه. راه خوينا البنات البيت وحيدنا الثلاجه، بلاتي نصغر لكم البيت باش تشوفوا. حيدنا الثلاجه وجبنا جبت هذه البنات هي اللي شريتها البارح، غادي نلصقها هنا في البوله باش تعطيني الاكليراج يكون واضح ويكون موزع على البيت كامل. هادو الصدمه القويه هي قال لي عبد الهادي بان ما غاديش يكفى. ياك ما غاديش يكفى ها هادو البنات. بالنسبه اللي سولوني فيهم 10 متر على 45، ياك 45 البنات في العرض و10 متر في الطول. دابا انا غادي نشدهم هكا يلصق تلصقهم طول ولا عرض على حسب الزواق. المهم راه حنا دابا وجدنا الماتيريال، عزيز مشى يجيب الخضره ديال الكسكسو. غادي نبقى نصور لكم هكا وهكا ما بين هنا وما بين هنايا، وها نتوما معنا البنات. وهذه ماما مخشيه هنا وهزا الكسكوت، ها هو راه ناعس. ماما شي تسليم البنات. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صبحوا وتربحوا. كي دايرين مع الصحاب؟ كي دايرين والديكم وليداتكم؟ بابكم كاع كلشي بخير؟ صحابكم كنتمناو ليكم تكونوا في احسن ظروف. انسه ايناس، هاي 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 هاي. ثم شوفوا البنات حنا بطبيعه الحال راه البيت مقرب، لان دابا راه جامعين كلشي. وهذه الانسه ايناس، سلمي على البنات سلمي. شوفوا شوفوا البنات هذا تا هو قال لكم انا راه كاين حاضر. ما كتشوفوا البنات راه هما شدوا بداو كيلصقوا كيشدوا العبارات هما الاولين، كيشدوا العبارات هما الاولين باش يجيو مع الحيط. هو هذا كنت شي خطر. وهذا البنات اللي سولوني هذا راه فيه ياك عبد الهادي 10 متر على 45، 10 متر على 45. هذا البنات ب 1600 اللي هذا خديته ب 1600. ما عرفت قال لي تصايبت معاك والله اعلم. هو رخيص ها؟ رخيص بصح والله الا كانوا 3000 ريال خير. لا ماشي 4000 ريال، 4800. المهم مزيان. هو البنات انا بغيت تبغي بيت دابا خاصك 10000 والمعلم وما طلعش يصور مزيان. مسطره ديالهم طلع البنات فوق الطابله. يعني دابا البنات غادي يبداو يلصقوا. قلت لي راه عيطت بلات بلات انا غنشد بونت بونت. لا لا هي لا
لصق على راسك الرول الاول كمل عبد الهادي باقي فيه شويه الروح باقي شويه الروح اتصل معك اتصل معك اتصل معك اتصل معك اتصل معك اتصل واخا هكاك صعيب هذا شويه ما ساهلش ماشي حال هذاك اللي راه معنا لكم وهذا البنات ماما كتوجد الخضره ديال الكسكسو اليوم ان شاء الله غنديروا اللحم الراس سوسو ان شاء الله ديرين بخير لاباس عليكم دايرين الصحابات الخواتات العائله شو هذا فين باغي الصوت من الفانيو ديالنا دابا راه كنسلم عليكم فين ما كنتو وكنسلم على خواتاتي الجزائريات اللي تيبغيوني وراه انا كنبغيكم وتنموت عليكم الله يحفظكم ويحفظ المتابعين في المكان مغاربه وجزائر وجميع اي انحاء العالم اللي تيبغينا متابعنا الهلا يخطيكم علينا وراه هو البنات حتى هما في الناعس ماما حاطه حدا شوفوا النعسه البنات خامر هو كاع ما كاين في هذا العالم كاع نوضوا ماما يعاونهم نوض حاتم نوض بغي نوض ما يعاون ها هو رايان ها هو البنات رايان تحيدات حيد على البانيو بالك مقاد جلس على الكرسي ماما راه جاب ها انتم البنات كاع ما زعما قلنا ليه جيب الحمص جابو عرف راسو الحم الراس مع الحمص كيتواساو المهم خضيره اللي غادي نديرو لفت خيزو راكم عارفين غادي نطيبو حتى هذا حتى هو حاتم حتى هو غنطيبو المهم البنات غنديكم انا معايا للكوزينه باش ان شاء الله غادي نصبو الكسكسو بلحم الراس وانتم بقاو معايا بنات هنا اول حاجه غادي ندير البصله دابا راني خليتهم خدامين في البيت وتخيلوا البنات مع اليوم الجمعه هذاك الرولوات ما قادينش غادي نضطر باش يكملوا هذوك تاع اليوم وغدا عاوتاني المهم انا غادي نحاول ندير لو ماكسيموم اليوم التلفازه حيدناها ديناها في الصالون غنركبوها في الصالون شوفوا كاع البصله كطير عليا باش ان شاء الله الاسبوع الجاي نكون ساليت الاسبوع الجاي ان شاء الله نكون ساليت ونبدا ان شاء الله الخدمه ونبدا وتعرفوا كل شيء بزاف ديال البنات قالوا لي وقولي لي اش بغات ديري بغيت البنات ندير لكم مفاجاه وراه متاكده ان شاء الله غادي تعجبكم تنال الاعجاب ديالكم فراكم عارفين جري 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 دابا غندير الكسكسو الهام جايه عندها الزهر غادي مع كسكسو نيشان ماشي اي كسكسو كسكسو ديال لحم الراس البنات خاصكم البنات البصله ما بقاش زوينه دابا غادي ندير المطيشه انا كنديرها بالجلفه ديالها ها هي كمل المطيشات اللي عندي وانا معاكم هنا البنات بالنسبه للطريقه ديالي كندير الحمص مرطب غادي ناخذ غادي ندير غندير بعدا الزيت اللي هي غادي ندير البنات الملحه غادي ندير البزار هنا كندير البنات عيني ميزاني تقريبا هنا واحد المعلقه صغيره ديال البزار معرفتش البنات علاش هاد البزار داير بحال فيه الخرقوم بزار معلقه صغيره تكون عامره ديال البزار سكينجبير معلقه كبيره وغادي ندير الخرقوم عرق حتى هو واحد المعلقه تكون عامره كبيره
وهنا البنات غادي ندير واحد المعلقه ديال السمن وغادي نرد هذا الشيء كله يتحلى. كما شفتوا البنات دابا كنقلي فيه غير شي شويه هكاك دخلوا العطريه ويبنان، وغادي نروي بالماء طيب اللي غادي دابا ها هو كيطيب. ايوا صافي البنات ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. معلميه البنات مشاو الجامع مشاو يصليو، شوفوا هذه انجلايسي كوكوس كتصفر، الخضيره ها هي، شفتوا الخضيره ها هي كتوجد. لقيت القرعه الخضراء كاع خسرات ليا، هادو اللي بقاو مزيانين شويه فيهم الضوء، غنحاول باش نقيهم مزيان ونصبهم. الحادق ديال عزيز ما جابش ليا، غنجلس هنا عرفتوا البنات جالسه فوق ديك العجانه ديك السوبيره. الحادق ديال عزيز ما جابش ليا، قولوا نتوما سميتو هذاك داك اللي داير ليشو ما جابوش. مشاو دابا يصليو عرفتوا البنات، نهار كبير هذا ونهار مبارك مسعود ملي حلوا الجوامع والناس كتمشي تصلي في الجامع اليوم. اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر. المهم البنات راه اليوم راه الجمعه، راه اليوم عيد، مبروك مبروك جمعه مباركه ليكم ولخوتكم وحبابكم وكاع العائله ولا فامي ديالكم، والحمد لله اللهم لك الحمد. غير ملي رجعوا الجوامع عرفتي البنات ملي تكوني جالسه وكتسمعي المؤذن اولا خطبه الجمعه يا سلام واحد الاحساس رهيب. المهم خاصكم، رانا مخشيه في الكوزينه دابا ما غنخرج منها ان شاء الله حتى غادي يكون الكسكسو واجد، باش يلاه يجيو هما من الجامعه يلقاو الكسكسو ينوضوا يكملوا لي ديك الحريره اللي نايضه ليا تما، والهام تجي وان شاء الله غادي تكمل الفرحه ديالنا. اللهم لك الحمد ملي بعدا تشافات وتعافات وهادشي اللي كاين البنات. بقاو معايا حتى ان شاء الله نشوفوا التتمه ديال هذا الفيديو. هذا هنا البنات خديت الكسكسو، هنا عندي الكسكسو متوسط مع الكسكسو اللي غليظ واحد شويه، درت الملحه شويه ديال البزار. غادي ندير البنات الزيت، ما غاديش البنات نزعم في الماء بزاف لحقاش عندي الكسكسو متوسط وفي نفس الوقت عندي الكسكسو رقيق، يعني باش ما يعجنش ليا غادي نحاول بعدا نخلط هذا الشيء اللي درت الزيت العادي، ما درتش الزيت البلديه لحقاش نصبت بالزيت البلديه ما بغيتش نكثرها في هذا الشيء. وغنحاول باش نبدا نخوي الماء غير بشويه بشويه. البرمه غادي نديرها ماشي دابا حتى نرمي الخضره، عاد باش غادي ندير البرمه الماء يطيب مش غادي نكسكس في البرمه. ها هو الماء البنات، غادي نبدا نخوي في الماء بشويه بشويه. شتو كندير بحال هكا، كنحس به شرب كنزيد شويه الماء. وكان عندي الكسكسو الغليظ اللي مكسكس كون خويت الماء وخليته، ولكن دابا حيت عندي مخلطه ما نقدرش، يعني ما خاصكمش البنات تزعموا خصوصا الا كان على هذا الكسكسو اللي هو اللي موجود في الدار. هنايا غادي ندير منه عرفتوا البنات، راه نسيتو درت البزار لحقاش بغيت نخليو منه شويه لصايكوك، ولكن ماشي مشكل. شفتوا البنات حتى نتاكد انه شرب الماء، عاد باش غادي نزيد عاوتاني الماء. كاين البنات اللي كيخوي عليه الماء سخون، انا ما تيعجبنيش هذا اللي كيتخوى عليه الماء سخون لان كيجيني بحال ما كيطيبش مزيان. من الاحسن الطياب ديال الكسكسو يطيب في الكسكاس، يعني يفور في الكسكاس. شفتوا البنات صافي بركه، انا دابا عطيتو الماء غادي نخليه حتى غادي ينشف من الماء مزيان، عاد باش غادي نرجع ليه باش نرميه يفور. غادي نرمي البنات الخضره دابا، هنا ملي كنحس باللحم الراس راه بدا كيدخلو الطياب كنرمي الخضره، رمي اللفت ورمي خيزو
ونرمي حتى القرعه الحمراء ونسد على كل شيء في دقه واحده. ما جابوش ليا داك اللفت الاحمر كيعجبني، اللفت الاصفر عفوا ما جابوهش، حتى هو كيجيني من الضروريات ديال الكسكسو. هنا راني زدت رويت صافي البنات، هادشي اللي كاين. ما غاديش ندير هاد الفلفله دابا باش حيت هي ملي كطيب كتحل وتقدر تحرر ليا تحرر ليا هاد المرقه. غادي نخلي دابا تطيب عاد باش غادي نرمي هادو. هي جات هي جات هي تعراي تحيدي عادوك نضاضر بعدا باش يعرفوك. حقا والله انا عندي البال كنقدم لكم مدام كورونا شخصيا. ها هي البنات جات. لايك لايك لايك. الحمد لله البنات صافي. الله يخلي لكم عزيز عليكم. الله يجمع لانتكم مع بنياتكم. اللهم لك الحمد. هذا هو الربح ديالي وهذا هو الفضل. يا ربي. واحد عوات من عندكم. وائل شحال انت تهرب انت من الله يصلح لكم التريكه والبنات. فراسكم ودخلتي خايف. انا غنمشي نعنقو دابا البنات. حنا غنشوفو قراية. وائل حنا غنشوفو الشجاعة ديالك فين غتكون. يلاه شوفو 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 كيفاش شوفو شوفو فين هربان. سيري سيري سلمي لي. غنشدو ناس تحاسبو. هرب 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 البنات. شوفي شدار لي عشرة. والله ما بغى يسلم. والله ما بغى يسلم. سلمتي على عبد الهادي؟ عادي جدا. وانت انا راه ما عرفناش كاين عسك خلع النوطه، ولكن راه دارت تحليله وخرجت ليها مزيان الحمد لله. المهم ماما هي اللي كتسقي البنات، غتسقي لينا وتسقي الالهام، راه هي كتوجد ليها كما كتشوفوا البنات. دابا راه ركبوا هادي غير البوله البنات ديالها، راه هي هذيك، راه هي لقاوها في الطاج خاصها هي غير البوله العاديه. وكيف ما كتشوفوا البنات دابا راه يلاه داروا هاد الجهه هادي. تتقولوا لي رايكم، قولوا لي كي جاكم البنات. هنا دابا الرولوات راه ما قدونيش، يلاه داروا لي هاد الجهه. غنجي هنايا بعيد باش نوريكم. تتقول لي البنات كي جاكم البيت، باقي ما كملتوش. هادي الاضاءه ديالها جاتني في شكل، دابا انا راني مهبطه الريدوات باش نشوف الاضاءه في الليل كيفاش غادي تكون. ولكن هادي غير بوله خداوها من المرح، اما البوله اللي باغا ندير انا راه هي هذيك راه كبيره. هي دي ما عرفتش شحال دايره، شي 70 درهم ولا ما عرفتش 80 درهم. ايوا المهم راه حنا استعدادات على قدم وساق. وبالنسبه حيت اليوم الجمعه هادوك الرولوات ما لقيتهمش، ماشي ما لقيتهمش، اليوم الجمعه القريعه ساده ما علينا، وعلى نهار السبت ان شاء الله عاد باش غنكمل هاد البيت. المهم انا معكم دقه دقه. ايوا ضروري البنات تقولوا لي كي جاكم هاد الشيء، وضروري ماشي شويه ديال التشجيع ولايكات. نسيت البنات كنت بغيت نقول لكم واحد الحاجه، بان راه فتحت قناه جديده حطيت كنحط فيها غير الوصفات، راني بديت كنحط فيها الوصفات، غادي تلقاوها في صندوق الوصف. بغيتكم كاملين تمشيو تهجموا عليا فيها تشجيعاتكم لايكاتكم باش ان شاء الله. حطيت لكم البنات في القناه الثانيه هاد الكيكه هذه البنات اللي كتجي خفيفه وكتجي مسقيه وكتجي رائعه. درتها لكم في القناة الأخرى الخاصة بالوصفات تحت الطلب ديالكم. شوفوا البنات كيفاش كتجي من الداخل رائعة، مع واحد الكريمة كتسقى بها من الفوق كتجي على هذا الشكل. هنا راه حنا ضربنا منها، ولكن راكم غتلقاو الفيديو بالتفصيل الممل في القناة الثانية. المهم البنات ماما راه حطت، راه هي كتحط الالهام وحطت لينا حنا. مازال ماما غديري شي حاجه هنا تي قد تشوفي واش قد راه باقا الخضره. ديري الحال واحد الحاجه الحال خاص تاكلي. عرفتي شنو كليتو؟ نحس بالسخونيه في صدري. راه مزيان مزيان الحار زوين. ديك الخضيره ماما كلها اللي بقات تما ديرها بلا ما تضيع، راه تكال هي الخضره.
خليتي لي ماما شويه ديال الكسكس وصايكوك. انا مشهيه عصايكوك هادشي كله. رئيسة الهلال الاحمر. شو ماما كتصدمني رئيسة الهلال الاحمر على هاد الفلفلة. وزوينة هادي وبين بنين دقتو بعدا. باينة من الريحة. ضروري ضروري يجي بنين ياك ماما. ولا ضروري ما تذوقي. مازال سقي. زيدي يا ماما السقوة. درتي لي قرعة خضرا. ايه السقوة ماما السقوة. سوسو السقوة راه قال لي شميت ريح شعرك في النوار وفي السروال صالحة. والله ما عرفت هادي اش كتعني. الريحة في الكسكسو شميت ريح شعرك في النوار. ولد كان إشهار بكري. هاكا يديرو على شامبوان. اللي جاي ريحة شامبوان كادوم. سقي سقي عندي إحساس أنه ناشف. لا خلي يديرو الزلافة. المهم البنات غادي نمشيو لتاهمو هاد القصرية. وغادي نودعوكم من هنا انا وإلهام. ها إلهام ها ماما حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سمعتوني البنات بصحتكم وبصحتنا اليوم الجامعه وبصحتنا المساجد اللي تحلوا اللهم لك الحمد. بعد اليوم نهار كبير قررنا اننا نحتفلوا به بالكسكسو. لحقاش حنا ماشي كل جمعه كنديروا كسكسو ولكن اليوم امين عليكم رماتي محمد كاملين يا ربي امين جزاك الله ملائكه الرحمن وهاد الابواب ديال المساجد اللي تحلت وكنتمنوا الله الله يدوز عنا بخير وحيد علينا هاد الوباء والله يستركم والله يصوب ايامكم امين يا ربي امين امين يا ربي. ومن هنا يا فتيات فين ولبن خاصو يديروا في القرايه عزيز هو اللي مكلف ايه مكلف يحط الكيسان ويدير البن. ها انتم البنات راه حطت البنتها هانتم ناري ماما ما جاتش البن البنا عزيز المهم البنات غادي نقول لكم بالسلامه عليكم من هنا تنتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي وشكرا على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى